نوع نفهم بقى تفاصيل هذا الأمر مع السيد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. مساء الخير يا دكتور كوجك. مساء الفل معلش أنا بحضرتك. يعني طولت عليك شوية، بس الحقيقة كان لازم نلخص هذا تقرير طويل 107 صفحة، بنحاولنا إن احنا نلخصه في عناوين. تمام. خليني أبدأ بالفايدة. التحذير من خفض الفايدة قبل الأوان، ماذا يعني وماذا يعني الأوان؟ بص حضرتك، عشان بس نوضح للناس، الحقيقة عن حضرتك لخصتي التقرير جبتي حاجات كتيرة جدا منه. التقرير نشرح للناس ان التقرير فيه اجزاء مختلفة جدا، زي ما حضرتك قلتي فيه جزء احنا كحكومة مقدمين برنامج اصلاح اقتصادي من اول ما عملنا البرنامج ده من سنتين، وده بيتم عرضه بشكل تلقائي، وبيتم ثم بعد كده في حاجه اسمها ستاف ابريزل، هم الصندوق وخبراء الصندوق ممكن يختلفوا معانا في اشياء، ممكن يعرضوا راي مختلف، ممكن يعرضوا ارقام مختلفه، ممكن يقولوا اراء مختلفه، ممكن يدوا نصائح مختلفه زي ما حضرتك بتقولي. والجزء الثالث هو انه في الاخر احنا المره دي التقرير طالع، احنا يعني عملنا مشاورات الماده الرابعه اللي هي كانت متاخره بقى لها كذا سنه في مصر عملناها، فمطلعين بعض الاراء التحليليه او بعض الدراسات التحليليه، فالثلاثه مع بعض، عشان كده التقرير طويل جدا وكبير لان هو مجموعه من التقارير. فبالنسبه لسعر الفايده والتضخم، وده كان طبعا التقرير ده لازم ما نبقاش ناسيين، التقرير اتعمل من شهرين ونص، وثم عندهم اجراءات طويله جدا لما بتعرض التقرير وبتناقش وبتوسع عليه في مجلس الاداره، ثم يراجع داخليا، ثم يجهز، ثم ينشر. فالتقرير ده معمول من فتره كبيره قوي قبل ما معدلات التضخم الجديده تظهر، وقبل معدلات التضخم الجديده تظهر توري ان الحمد لله ان المعدلات بدات تتجه تنخفض. باتجاه تنخفض. فهو طبعا في لما اتعمل التقرير ده من شهرين ونص كان لسه معدلات التضخم فوق 1% شهريا، وكان لسه الارقام يعني الى حد ما فوق العشرينات و 27 و 26، فكان ده تقديراتهم. لكن بالتاكيد بالارقام الجديده اللي بنشوفها وبالارقام الجيده اللي بنشوفها بالتاكيد، وعشان كده المفروض بيحطوا اوقات، لان هم مش عارفين التقرير هيطلع امتى ولا عارفين المستقبل في ايه. فدي من ضمن نصايحهم، هم كان نصايحهم الاساسيه انه احنا عملنا اصلاحات سليمه وعملنا اصلاحات مهمه، خلينا يعني ناخد شهر ولا شهرين بس نبني ثقه ثانيه ونبني وضع سليم، بحيث ان احنا نضمن انه ان شاء الله الاتجاه النزولي بتاع التضخم ده اتجاه مستمر واتجاه سليم. بس هو الحقيقه ان الجمله دي مزعجه جدا بالنسبه للقطاع الخاص، اللي بيقول لك طب انا هكمل ازاي؟ انا هشتغل ازاي؟ وطول ما الصندوق الحقيقه يعني بيقول ما تخفضوش الفايده قبل الاوان، ما هو الاوان ده امتى؟ يعني ما هو ده نقطه مهمه جدا. القطاع انت عندك استثمار لا يمكن ان ينمو بمعدلات فايده 20%. طبعا طبعا، لا يعني ده احنا كلنا متفقين في هذا الامر، وعشان كده اللي عايزين نقوله يعني، وطبعا البنك المركزي هو المسؤول الاول على هذا الملف، لكن خلينا نقول انه احنا حتى كحكومه النهارده الحمد لله، يعني لان الناس لازم تعرفوا لما عملنا نقاط سليمه وخفضنا عجلنا وزي ما بيتقال كده حسنا هيكل الوضع المالي، النهارده احنا سنداتنا امبارح 3 و7 سنين ب 15% فايده، بعد ما كانت وصلت 19% صحيح الزون نزلت. فاللي عايزين نقوله ايه؟ انه الوضع السليم هو اللي هيؤدي في الاخر ان شاء الله انه هيبقى فيه توافر عمله، سعر فايده منخفض، هيبقى فيه وقود، هيبقى فيه وضع مالي، هيبقى فيه عدم مزاحمه من الحكومه.